بس قوية اليوم. هادو عندهم أزمة، ولا قال لك هادو، اسمح لي يا خويا واحد الدقيقة، الله يحفظك عصام، هادو ناس اللي كيقول لك راه شوف واش عقلتهم اللي قلت لكم راه داكشي ديال 34 مليار اللي خارجين، هادوك صحابي راه كتعرفهم دوك الجوج خارجين كيقول لك فرقة غارقة 34 مليار عندهم راه أكثر من راجا، راه قلت لكم راه غير السريح، قلتها لكم ولا ما قلتهاش لكم؟ واش هادي العمارة ديال الفرقة عندها 34 مليار تاع الديونية؟ هما ثلاثة مطلقين، مع العلم أنه الصفقة الأولى ديالتهم لاعب اللي كان كابيتال في الفتحة اللي جابوه ميليو تيران، راك عارفين شحال غيجي هذاك، فطلقوها في البلاصة ودابا ثلاثة قال لك صفقات اللي هي كبيرة. بقاو تسرحوا فينا، راه حنا عقنا بكم، راه عقنا بكم بأنكم كتسرحوا في هذا باش يبان زعما معسكر العلم، راه زعما حنا اللي كنعرفوا نجيري وحنا أحسن باينة. كنتمنى من السيد اللي خرج كيقولها يخرج يقول لنا كيفاش 34 مليار والناس انتدبوا لهاد اللاعبين اللي هما يعني بمقابل كبير. تفضل خويا، تحياتي سي عصام، فرصة سعيدة هذه. السلام عليكم. شكرا خويا، مرحبا. اخويا كدير مزيان. الله يبارك لك اخويا، الله يحفظك. خويا نبدا لك انا بالمكتب المسير. وي. هذا المكتب اخويا ناسيك وي. والحكامة. وي. راه كاينين جوج ديال الحاجات. وي. كاينين الحكامة والمنخرطين بوحدهم. تيديروا قلب راسهم وباغيين يديروا رئيس راسهم وباغيين يبقاو هما اللي شادين الراجا، وكاين واحد المنخرطين مزيانين وباغيين يديروا حتى هما رئيس ديالهم تدعيم الرامي وباغيين يشدوا الراجا وباغيين يشوفوا المصلحه ديالها، والاخرين عاوتاني ما باغيينش هادوك يشدوها، باغيين يديروا علاش هما تيأجلوا في الجامع العام وعلاش ما باغيينش يديروا الجامع العام في قاعه، يقول لك حكا غنديرو عبر الفيديو حكا كذا حكا كذا. وي وي تمام. اش عارفين داك التقرير المالي والادبي ما غيصوتوش عليه المنخرطين الحقاق وغادي يتفرشوا وغاتنوض مدافزه كما ديك الخطره ديال الحسبان، الاعتقاد ديال الحسبان. وي 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 وي. اما هاد الاندلسي، اولا ما باغيش للرجاء، ما باغي لهاش الخير، كون اولا باغي لها الخير وعنده مصداقيه وتيقول انا غنحافظ على الفلوس ديال الرجاء ولا كذا، دير وقع لنا خويا اللاعبين وخلي الفرقه تمشي تريني وتستعد للعام، وديك الساعات اخويا شوفوا بيناتكم، ديروا بيناتكم ديك الساعات، واحد كاس صاحبي مازال ما وقعش. واجو شوف كيضحكوا على عباد الله وكيطلقوا في الصفحات كيقول لك لا وقع، راه باقي ما وقعش السيد مازال ما وقعش، غتلقى دابا ما بغاش يخلصوا ليه. ما بغاش يخلصوا لي مستحقات اللي كيتسال، ما بغاش يخلصوا لي، ما بقاوش معاه حل. باغي نسيد فابو. انا تصنت لواحد المراسل. اه. انا تصنت لواحد المراسل من وجده. اه. قال لهم حركات غيوقع في الراجا. عنده شي حاجه مع وجده خصو يتنازل عليها ووجده غتتهم معاه باش غيمشي يوقع الراجا، هذه 100%. اييه هادشي راه كنسمعوه، هادشي راه سمعناه هذه 4 ايام، ولكن دابا ما كاين والو، باقي ما كاين والو. ولكن اخويا ناسك منين خايفين حنا؟ خايفين غيسالي مع وجده هذاك الشيء ديالو وغادي يبغي يجي يوقع الرجاء، وراك عارف دوك التصماصريه الاخرين يضروا به ولا يزيدوا شي حاجه ويلقى غادي المحمد ديالو للغريب. ولا دايرين به ماشي غيضروا به، اه دايرين به. غادي يخليه ولا شي واحد القضيه، الناس اللي هما المنافسين ديالنا اش كيشوفوا؟ كاين لعاب اللي ما عندهم ما يديروا به. غادي يحطوه غير اون بلاصه ولكن يحيدوه للراجا عارفينو فالابل. وكاللحظه سبحان الله في ما الراجا كتنيغوسي ماشي لعاب اللي هو واقف مزيان، كتنوض عندهم الروعه وكيبداو يدخلوا ولا راس راك هذاك ولا ما يصلح. تفضل سي داكسي يحيدوها صاحبي الراجا. وي راني شتدك هذاك لا راني شهدت انا التدوينه ديال داك السينيغالي اللي خرج وقال قال لهم انه راه تلقاو ليه. اه حول ولا قوه الا بالله. شي المفاوضات مع اللاعبيه ساهله اسيدي، كتحس المدير التقني كيمشي اخويا عند اللاعب كيجلس مع فرقته السلام عليكم والسلام انا بغيت هذا اللاعب اخويا، كيتفاوضوا معاه بغا كيوقعوا معاه تما كيوقعوا معاه، ما بغاش اخويا كيمشيو للفريق اخر، ما كاينش هذاك الاتصالات حكا يجي نعطيوك 180. اسمع اسمع ما بغاش اسمع الاعمال ديالو حكا الفرقه صافي. بغيت شوف واحد السيد شنو قال لك الغريم جابوا لاعب ارجنتيني ياك، ما عرفناش امتى تفاوضوا معاه، ضاربين طم تبان لنا السيد لاعب فهمتي،
وهادو راه نفس الخطه، هادو نفس الخطه، نفس الخطه من نهار شدها حسبان، نفس الخطه غاديه. اش كيدير لك تيلوحوا لك الاشاعه ديال شي لاعب ويخليكم ضارب معاها، راه كاينه راه مفاوضات، هو قريب من الرجاء، هو بعيد على الرجاء، هو غادي يجي، هو شاد الكار، وفي الاخر ما كاين والو، ما كاين والو. تيحاربوا بودريقه، اللي كانوا تيحاربوا بودريقه وتيقولوا شفار، نديروا خويا حنا بودريقه شفار. كون كل الجمهور واعي وكيعرف، كون كل الجمهور واعي وكيعرف حاجه واحده، داك السيد داك بودريقه راه جاب انتدابات كبيره. غرقناه ماشي ما غرقناش، ولكن راه شرى اللعيبيه بثمن كبير باش يحققك ديتي البطوله وديتي كاس العرش ولعبتي الفينال ديال كاس العالم للانديه، وجاب لك اكاديميه اللي دابا كدير 60 مليار 70 مليار. داك بودريقه شتي ديك الاكاديميه راه ديال بودريقه. واه دابا على كل حال كل واحد فيهم، كل شوف كلهم جميع الرؤساء اللي داروا ما داروا حتى شي حاجه. شوف كلهم، شوف بودريقه دار حوايج مزيانين ودار حوايج خايبين، راه عنده السلبيات ديالو عنده الايجابيات ديالو، ياك هادشي اللي كاين، هادي لا تناقش. كذلك الرؤساء اللي من وراه عندهم السلبيات وعندهم شويه الايجابيات راه كاينه، ولكن حنا دابا وصلنا لواحد الحد، وصلنا لواحد الحد اللي هو ما بقاش كيوالمنا هذاك الكونسنسوس على واحد الرئيس، ان نتفقوا على واحد الرئيس وينزل رئيس بلا انتخابات بلا والو، ما بقاش مسلكنا هادشي. دونك خصنا وقت دابا ديال الانتخاب، نجيبوا رئيس من المنخرطين يبدا بسياسه جديده وبتخطيط جديد ويستافد من الاخطاء ديال الماضي. هادشي اللي كاين. شكرا خويا، كنشكرك، تحياتي، الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله عليك خويا. سي عبد اللطيف، سي عبد اللطيف، عاوتاني عبد اللطيف خويا، هذا سي عبد اللطيف صديق جديد، كنتشرفو بالمعرفة ديالو. الاسم ديالو الو عبد اللطيف، زيد الفنجان وكان صاحبي لا حول ولا قوة الا بالله. ما لقيتوش، ما لقيتوش يا اخي. الوغ شوفنا في ابل واش كاين. لا ما كاينش. داكو نمشيو اسيدي نشوفو شكون عاوتاني تابع عبد اللطيف. تابعو السي جمال، جمال السي جمال رضوان، يلاه ها هو، يلاه تفضل قول لينا اش يمكن، واش كاين شي جديد في الانتدابات، عطينا شي اخبار. ما فيكم نفس داخلين لايف خاص بجماهير العالمين، قال عنه جلالة الملك فريق وجب الاقتداء به، سبحان الله. الو وي سي جمال تفضل، انت شنو هاد الشيء؟ اخويا عزيز وي خويا تفضل تفضل. مزيان هاني الله يحفظك سي ناسي. الله يبارك فيك. يلا اش يمكن لك تقول لنا دابا؟ دوينا على الله جمع عندنا ما ندير بك شي لائحه، دوينا على اللائحه ديال المحليين قبيله، هضرنا على الله جا الميركاتو فين وصل، واش كاين شي اخبار على حركات ولا باقيين كيسمحوا فينا هاد الناس؟ راه قال لك باقي ما كاين والو هاد الساعه. تفضل. ودابا هادشي اللي كنشوف كيقول لك تيقول لك تيسالي مع الرئيس ديالو، تيسالي مع الرئيس ديالو. دابا شوف دابا 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 لا بال عند المنخرطين، هادو هادو باغي يطعنوا الله جا، هادو باغي يدير، باغي يديروا اكبر ما عادش غادي نسميها، راه باغي يديروا شي مصيبه وغادي غيتسبوا في شي حادث امني، شي مشكل امني. والله الا راه عند الجماهير، راه شوف راه الجمهور وصلوا لذاك الحد اللي ما بقاش عندهم فين يصبروا، وهادو كيديروا ديك اللعبه، كيديروا ديك اللعبه ديال الاستفزاز. يمكن يقدر تكون استراتيجيه دايرينها باش الجمهور يغضب ويخرج ويدير شي مسيره وكذا وهذه، وفي الاخر في الاخر تعيط لهم عاوتاني السلطه وتقول لهم عادش ديروا، شوفوا عيطوا عاوتاني الاوزان وعاوتاني حاولوا تفاهموا بيناتكم وديروا شي رئيس وهمدوا لنا السوق. بحال داك الشيء اللي كان وقع من بعد حسبان لابيريود حسبان، فاش عيطوا الاوزان وقال ليه عين لنا رئيس، يمكن واقيلا تيقلبوا عليه بغيو يلونوها باش شوف يتحملوا مسؤوليتهم، المنخرطين يتحملوا مسؤوليتهم، يكتبوا شكايه
يلجؤوا للجهات العليا الا كانت الضروره. هاد الناس راه ما بقى عندهم ما يقدموا، صافي سالت وقتهم، خصهم يمشيو بحالهم ويخويو الوزير، راه ما باغيين يجيبوا لا انتدابات لا والو، بغاو يبقاو يضحكوا على عباد الله، بغاو يبقاو يضحكوا على عباد الله. راه عباد الله شوف، جابوا لنا هيري، جابوا لنا هيري 150 مليون، يعني دابا اش بقى؟ يعني اللعاب الاخرين كلهم جايبينه بالدقديق بالدقديق، دابا مطلوب منهم غير مدافع، اللي هو مدافع واقف واللي عنده تجربه غادي ينفع الفرقه وغادي يعاونها، وعندنا ثقبه قداش حنا هي، شي يكون بقى كاع داك الورف اللي يكون بقى الشاكير، عندنا ثقبه في الدفاع. دونك كيخص، راه شفنا نهار ما روما تماكوا عندنا خمسه، ونهار الاتحاد ديال جده تماكوا عندنا اربعه، هي تسعه د البيوت في جوج ماتشات. دونك الا ما بغاش تبان لهم هذيك الثقبه في الدفاع، راه ما عرفتي متى غتبان لهم. دونك كاين استعجاليه انك هذاك السيد، وقلتها هذيك المره، بغي دير المعقول، ياك الفلوس دخلوا ما بقاش عندك السبه ديال الفلوس. وسير لعند السيد الوجده شط الطياره وجلس معاه وطبق المسمار ديك الساعه وسين العقود وجيب معاك السيد، جيبو معاك. راه هذا هو ما كيخرجش حتى من الوزيز، وما كيخرجش من الوزيز بعد عاد يمشي للوجده. دونك انتوما باغيين تستفزوا الجمهور باش الجمهور يخرج، فحذاري وحذاري موجه تلف حذاري للجميع، الجميع الفعاليات، ما كندويش مع المنخرطين ومع الرجويين، كندويو جميع الفعاليات اللي كاينه في البلاد، حذاري من هاد الناس اللي في الوزيز، راه كيستفزوا في الجمهور وكيغليوه وكيدفعوه للغضب. والجمهور صبر 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 لي مع تفتح حدود اخي ناسي، صبروا بزاف، راه بنادم صبرنا بزاف اصاحبي. هادي من جهه، من جهه ثانيه انا كنوجه، انا كان شرعي اصاحبي، كليتي اللي كتبت الله والله عاوننا عندك اصاحبي، خول بنادم في عين يخدم. ف لا انا ولا غيري، انا ما كنطالبوش حاجه كثيره، حنا كنطالبو غير بحسن الانتدابات، كبير على اي واحد، لان ماشي عليا ولا على واحد اخر، كبير على اي واحد، لان هذا الوقت هذا بلاتي الخين هذا بغى يبان معلم، بلاتي سي ما عندك نفس، انا غادي نصيفطك، انا ما نديرش هذا اللايف كاع حتى تمشي صافي، يلا سير سير دابا عند داك هذاك اللي تبعته وانت قتلته، هذاك ديال هذاك ديال لي زيتازيون ديال واشنطن، هذاك ديال واشنطن بقاو تابعين داك ديال واشنطن بلا 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 بلا، حتى ما بقاش كيدير لي لايف كاع، واحد السيد قال لي انا ما بقاش كيدير لي لايف، قال لهم انا ما بقاش نهضر كاع على هاد الوداد، وسير دابا سير تبعو دابا انت. دونك حنا ما كنطالبوش حاجه، حنا كنطالبو غير باش الفريق، باش الجماهير بعدا تهنا وتطمئن على المستقبل ديال فرقتها ياك. وحاجه اخرى بغينا باش الفرقه تستعد عباد الله، بحال جميع الفرق يدخل في معسكر وتستعد للموسم الجديد، وهي بين التشكيله راه بقى غداك المدافع خصو يجي، شي مازال شي لاخر تقدر عندك الوقت، مازال عندك الوقت باش تجيب مهاجم. يلا والناس ما عندهمش فلوس، راه غير كيتسلبوا، غير عندك الرئيس، الرئيس عندهم رئيس واحد كيتقاتل بوحدو، هذاك الرئيس ديال اكادير بوحدو كيتقاتل، هادو صايبين اصاحبي. حنا بالعربية تاع راه تاسينا سيك، حنا عندنا المريقية، عندنا المريقية بزاف والله، بزاف هادشي والله إلا بزاف على القياس. واخا اخويا نتمنوا التيسير ونتمنوا فرصة سعيدة هادي، وكنشكرك اخويا على التدخل ديالك، بارك الله يعطيك الله يعطيك الصحة، شكرا. نحاولوا نصلعوا لأنه بقات لنا واحد 15 دقيقة ميم با، بقات واحد نقولوا تقريبا واحد 10 دقائق. نشوفوا الاخ اللي من ورا جمال، كاين شكون 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 شكون، واخا نشوفوا السي شي ماشي شي، حتى هو كيكون قريب شويه، كان عنده اتصالات ممكن يعطينا خبر. غدا سي يوسف لاعبين ماتش اميكان، لاعبين ماتش اميكان، باش غتلعب هذا الماتش اميكان باش. انا الصراحه مزيان مابقيتش باغي نشوف ديك الثنائيه ديال الهدودي مع حداد، والله مابقيتش باغي نشوف، باغي نشوف حتى حنا يكون عندنا حق، حتى حنا نرتاحو ونتفرجو مرتاحين، واش حنا ما عندناش حق عباد الله؟ واش الفرقي كلهم عندهم اكسونترال متكامل، عندهم فرقه مقاده؟ حنا ما عندناش اكسونترال، عندنا اكسونترال كيجيب الشك وكيخلع، كيجيب الخلعه، فرقة هكا تشد البالون واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق كتنط فينا الخلعة. مكاينش
دونك شكون عاوتاني؟ نشوفو الاخ اللي هو جعفر، اذا كان ممكن يعطينا حتى هو الابتسامات ديالو. اخي الاخبار حركات في مفاوضات مع المحمديه. لا شوف هاد الاخبار ما عندي ما ندير بها، هادو هادي فو كونت كيدخلوا دابا عافي حنا هادشي اسف الحال. الو تبارك الله سي جعفر، صافا خويا كلشي بخير؟ وي 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 جعفر صافا، معاك ناسيك كلشي بخير؟ مفهوم تعال بس كلشي بخير، هانياتون الله يحفظك وينجيك. هذه المره اللي فاتت ما كنتش معاك كاع. لا عرفتك مشغول مع الخدمه، الله يحفظ العوان. حنا ما قلنا عندي سفر، كان عندي سفر داكشي علاش. مرحبا مرحبا خويا جعفر، خويا جعفر باش ما نكبرش عليك سميتو، غنجيك نيشان في واحد السؤال، غنقول لك بانه اللي تبين مؤخرا بان هناك استفزاز للجماهير الرجويه من طرف هذا المكتب المسير، وذلك من خلال التغاضي عن الاعلان. اولا التغاضي عن الاعلان عن الصفقات التي حسبت لحد الان، هذه وحده. والحاجه الثانيه، هناك عندك اخويا الصداع جعفر. ما للاسف للاسف انا بلاصه فيها الصداع، انا كنحاول نبعد على بلاصه الصداع. ما كاين مشكل دابا، ربما دابا احسن دابا احسن. وكاين حاجه ثانيه من غير سميتو، هناك تثاقل في 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 التوقيع مع حركات رسميا، تندوي على رسميا، يعني انه الناس حقالة غيشوف مع هوار وهادي. كيفاش كتشوف انت هذه المساله ديال هذا الميركاتو خصوصا في الاخر ديالها؟ تفضل. وهو الصراحه سي يوسف، انا فيما يخص زعما هذه المساله ديال الانتقالات، ملي كنمشي نحاولوا نديروا غير واحد المقارنه بسيطه ما بيننا وما بين جميع الانديه، كنلقاو بان جميع الانديه اون فوا كتكون شي اشاعات او شي اصداء، من بعد منا كنشوفوا اللاعب بانه هاز جوني مصور اوفيسيالمون موقع المسائل ديالو كامله كما هي هذيك. ولكن فيما يخص بالنسبه للرجاء، دائما كنلقاو كاين التعتيم، كنلقاو بانه الامور بان ما واضحاش، وكنلقاو بانه كل مره يقول لك هذا اللاعب ها هو راه قريب، ها هو راه غادي يمشي، ها هو راه غادي يجي. انا كنعتقد، وهذه كانت تقالت من قبل من عديد ديال الصحفيين اللي هما نزهاء، بان فريق الرجاء كيتستعمل والجمهور ديالو خاصه كيتستعمل لاجل تسويق اللاعبين. دابا راه يقدر، دابا هاد الحركات هادي يقدر يكون وقع، لان كلشي اكد بانه راه وقع، ولكن شنو كاين في الكواليس ما كنعرفوش. واش بحال شفنا مثلا ديال بنيشو قال لك واش هو اوفيسيال موش وقع في الوداد ولا ما وقعش في الوداد؟ ما عرفتش، حتى هو كانت واحد القيمه ماديه ديالو معينه، من بعد دخلت الوداد خداتو. دابا حركات هو كذلك، دابا هو الشغل الشاغل ديال الجمهور، والراجل محتاجاه بزاف. كيقول لك عنده مشاكل، كتقول لك كيقولوا بانه راه عنده مشاكل ماديه اللي هي بسيطه، وحنا كنشوفوا كيقول في حدود واحد 80 مليون، او انه سامح ديجا في شي حاجه وقع 80 مليون. كنشوف انا لعابه في الرجاء اللي سامحوا في كثر، راه كان الشاكر باش بغا يجي الراجل راه تقريبا سامح في شي 140 ولا ناح سمح في 70، جو بونس واقيلا كثر، لا اكثر من 70، لا 20%. شوف اللي سمعت انا، واش كنجي من جديده؟ خلي هذاك، ندوي على دابا ملي فصل مع الرجاء. ولكن لا، ونهضروا على اللي مشابهه، اللي بان في النظر ديالي اللي مشابه هو فاش كان باغي يجي من جديده، والرجاء هي اللي دخلت فكت لهم الازمه. لحقاتها هو تقريبا كان كيتسال تقريبا شي 250 مليون، ودخلت الرجاء وشراته ب 250، وسمح هو تقريبا في كل شيء، والجديده صدقات هي اللي رابحه. باش نكونوا زعما واضح، لانه كان هو داير لهم ازمه كبيره. دونك المثال اللي صحيح هو المجيء ديال النناح من جديده للرجاء. كذلك بالنسبه للحركاس، حركاس كيشوف راسو بان الرجاء، بان راه كاع اللعابه كيعرفوا بان راه طرون بلان. الا كانت اي مشاكل كيف ما كان النوع ديالها، انا ما فهمتش نوعيه المشكل. الا ما بغاش كاع يسامح كاع نهائيا، ما يوقع هما العقد وديك الساعه هو يتابعهم ويقول لهم واخا نسالها من بعد، ولا الرجاء انها تدخل دير شي تسهيل مادي في مقابل مثلا واحد. ولكن بلاتي جعفر، باش يمكن ليه يسيني في الرجاء، راه ما غيسينيش حتى وجده، غتقول لي وقع لي تنازل. فهمتك الرجاء دوك القضيه راه مبلوكيه مجمع الجوال. الرجاء تقدر انها دير واحد التسهيل، ممكن انها دير واحد التسهيل معين بشكل ما، بشي طريقه ما، راه يلقاو السوليسيون. العقود راه كلها راه ممكن انك تزيد فيها وانك تنقص فيها، ممكن
ممكن دير انك دير بزاف ديال الحويجات، ممكن ان الرجاء الا كانوا مثلا متفقين مع انه وجده تاخذ واحد النسبه من بعد ما انه يترونسفيرها شي فرقه اخرى، ممكن ان الرجاء تخلص هذيك الفلوس مقابل انها مثلا ما تخلصش ما تعطيهمش ديك 15% او 10 او 20%. اسمح لي انا بغيت نعرف بزاف ديال الحويجات، بغيت نعرف هذا السيد هذا اللي كيقول لك الرياضيه قالت بانه راه سينا سعد نضال قال لك الرياضيه قالت بانه سينا حكاس. شفت هذاك التعليق دونك الرياضي واش حنا غنثيقوا في الرياضيه؟ انا شوف انا حتى تامين بار ما كنثيق فيه، كنثيق انا في الموقع الرسمي. علاش؟ لان منابر كل قضاه الغرض وقاضي الغرض مع الجامعه ومع العصبه، وراه ما يمكنش تقول شي خبر اللي هو ضد الجامعه وضد ضد العصبه الا الا كان تمويهي. صافي، اذا عارفين هاد المعادله، حنا عارفينها. انا ما صدق واش القجع غير يبغي حركه يجي الله؟ لا، القجع راه مخرج عينيه في البطوله العام الجاي. سميتو الناصري والناس اللي معاه في العصبه اللي مؤيدين ولا مالحين، واش غادي يبغيو؟ ما يبغيوش. دونك راه ما نتسناوش منهم هما يقولوا لنا شي حاجه اللي ما حاملينهاش. تفضل خويا تفضل. فهمتك. لا دابا انا اللي بغيت نقول لك، انت ما كتلاحظش بانه اي صفقه ان الرجاء خصها تدفع فيها واحد المبلغ اللي هو معين هي اللي كيتم التعثر فيها، كيقولوا بانه راه باقا غير واحد التفاصيل قليله باش انه يتم الانتقال. اما ما كيتمش، فهمت علي؟ اما ما كيتمش الانتقال، اما كيبقى كتبقى الامور ستاند باي. هاد القضيه ديال الحركاس ما كنظن بان شكون اللي مستفيد منها، كتجيني المستفيد منها هي وجده وحركاس نفسه والناس اللي هما من وراه، ممكن سماسيره ديالو. راه هذا ما يبعدش بانه راه كاينين شي وحدين وسط الرجاء بانهم كيخدموا مصالح ديال الاشخاص اللي هما اخرين كتكون عندهم يديهم. وي لان دابا حركاس ولا الاسم ديالو في العلالي، دابا ملي غتدخل دابا مثلا السوشيال ميديا غتلقى بانه السمين الاسهم ديالو بانها طلعات والقيمه ديالو بانها طلعات، ممكن انهم يديو لبلاصه اخرى. ما كتعرفش شنو الامور كيفاش انها كتحول. هاد الناس علاش انهم التحتيم راه ما كاينش غير في الصفقه ديال الحركاس، وانما كاين حتى في الرقم الحقيقي، باش مثلا شبيه مارونغون بلاش كندخل مع قبل كنت كنصمت القيمه الحقيقيه ما كتقالش، كتقال لنا غير بالمليار غير بالسنتيم ديال المغربي، ولكن ما كتقالش بان تحولات بالاورو ولا تحولات بالدولار. وي. لان 3 مليون و500 الف بالاورو راه ماشي هي بالدولار. شكون المستفيدين؟ شكون يعني كاين دائما كاين التحتيم. التحتيم راه كاين، وحنا كيف نشوف باش تكونوا كخلاصه، راه اللي قلنا راه نعاودوا نقولوها السي يوسف، هذا المكتب بانه ما صالحش لينا، يمشي الله يعاون الله يعاونه. حنا دابا حاليا كنطلبوا منه، واش راكم خدامين على التقرير المالي باش توجدوا مع التقرير الادبي وتفقدوا لي زانفيتاسيون وتفقدوا المسائل؟ هاد الناس هادو ما جنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، على الرغم من انه مؤخرا راك شير لانه راه تزاد الترونسفير دابا حتى نهار 9 سبتمبر هو اخر. وي 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 اخر اجل. وي ولكن واش غتكون شي امور اللي هي في صالح الرجاء؟ فانا لا اعتقد نهائيا. انت لاحظ اللاعبين اللي هما شفناهم بانهم ولاو لاعبين رسميين ديال الرجاء، هما لاعبين جاو في صفقات مجانيه، علاش هادو كيصرحوا بهم والاخرين ما كيصرحوش بهم؟ هادشي اللي انا ما هادشي اللي ما فهمتش. اللاعبين كلهم اللي جاو بصيغه مجانيه جاو عادي ديريكتوم، ولكن اللاعبين الاخرين دابا شفت واحد المقال وقيلا ما عرفتش واش مدى الصدقيه ديالو، الرجاء فيه كتعلم بانه ما كاينش شي لاعب في البطوله تقول فيه اكثر من 200 مليون. ايوا صافي، ما يعني كتقول انت هذا الرقم هذا صافي، يعني اي لاعب اي فرقه راه ديجا يعني واخا اللاعب ما يكونش كاع تساوي ديك 200 مليون كتقول لك راه قلتي انت 200 مليون وغايجي واحد اخر غادي يزيد عليك غير شي شويه وغادي يدي اللاعب. باينه الرجاء فيها تسيب فيها واحد جوج ولا ثلاثه الناس هما اللي كيتحكموا فيها دابا حاليا. كيتحكموا فيها ماشي معنى انهم اصحاب كفاءه او اصحاب درايه، هما اشخاص دابا حطاتهم الظروف ديال الرجاء للاسف اللي خلاتهم دابا كيقودوا الدفه ديال الفريق، فهما دابا كيديروا اللي بغاو. حنا دابا بالحوار ديالنا حنا كنطالبوا من المكتب المسير على انه يعجل المساله ديال الحركاس باش يكون واحد الاسيت، يعني يكون واحد القيمه بالنسبه للرجاء واللي هي محتاجاها، وكنطالبوا بانه يولي الشفافيه شويه شويه تولي الوضوح والتسليم في الامور هذه. والمنخرطين اخويا جعفر، المنخرطين راه من الاجتماع اللي داروا مع المكتب مع واحد ثلاثه من اعضاء المكتب المسير راه اتفقوا معهم باش يسرعوا الوتيره تاع الانتدابات وانه يقووا الفرقه، وسميتو عطاهم وعد قالوا لهم حنا خدامين هذا الملف، دونك هما مطالبين يرجعوا على شارج ويجلسوا معاهم ويقول لهم الله يرحم الوالدين الى ما
سميتو فين وصلتوا في هذا الملف ديال الانتدابات؟ اش باقيين حاصلين في لعاب بيلي اللي غادي يعوض واحد البوست حساس عندنا اللي هو حركات فين وصلتوا فيها؟ فين وصلتوا في قلب هجوم؟ واش انتم بغيتوا لدرجه تلعب على بعض الواجهات تلعب بكويا طيب بوحدو؟ اذا فين هو المهاجم اللي يعوض مالونغو؟ دوك عطيونا الحلول ولا شنو هما جداتو في هذا الشيء؟ علاش بقيت تعطلوا فيه؟ والسوق هذيك يا خوا والبطوله ما بقى لها غير تبدا، بقات 10 ايام ولا 12 يوم. اذا واش غتقولوا لنا باقي الوقت؟ ما بقاش الوقت. ما تقولش لنا انتدابات راه غتسالي حتى 9 في الشهر، داكشي ما عندنا ما نديرو به. قول لي الفرقه خصها تكون واجده دابا، ماشي باش يمكن لها تدخل في معسكر وتستعد ويوقع انسجام بين اللاعبين. دونك هاد الناس منخرطين، خصهم يقوموا بالدور ديالهم، خصهم يهضروا على هادشي، خاص ساكتين لهاد الناس يخليهم يديروا ما بغاو. او انتوما جيتوا مؤقت وباقيين شادين الفرقه كتعصلوا فيها، وانتوما غير مؤقتين دايما ما بغيتوا في الفرقه كتلونوا فيها. وي فوق هذا الحسبان كنا كنشوفوا بلاغات اللي هي كثيره وخرجات وغنمشيو للمحكمه ووقفات احتجاجيه من طرف اعضاء ديال المنخرطين، يعني من طرف المنخرطين. ولكن دابا حاليا ما كنشوفوش هذه الامور هذه، فعلى الاقل انه احنا قلنا احنا كنقولوا للمنخرطين بانه عارفين بانكم ما عندكمش السلطه القانونيه، ولكن على الاقل حاولوا تعاونوا مع الجمهور ببلاغات، انتم اقوى، يعني البلاغ ديالكم سيؤخذ على محمل الجد، وغتكون ديك الساعه درتوا اديتوا الرساله ديالكم. وي غير هذا راه فانا كنظن بان حتى المنخرطين بانه ما دايرينش واحد المجهود اللي هو كبير في هذا الاتجاه، على الاقل دير بلاغ او احتجاج او غير مقال على الانترنت باش يبان بانه كاين واحد التضامن، يكتب شويه الضغط على المكتب المسير، على الاقل يفيقوا شي شويه ووجهوه. شي حاجه اخرى سي يوسف، ما كنظنش بانه كاينه جدوى، راه شوف ميت راه ميت، لا حياه لمن تولد فاقد الشيء لا يعطيه، هذا هو اللي كاين. ودابا نتمناو هذاك الميت ما يميت مغطش حداه داك التابوت ديال المنخرطين وتابوت ديال الجماهير والجمعيات والإطراد، هادو هما اللي كنتمناهم يبقاو حيين ويبينوا، لانه هادشي اللي هاد الصمت اللي صامتين كاملين، هاد الفعاليات كلها صامته مع هاد المنخرطين اللي خرجوا داروا مجهود باش يقلبوا على قاعه، من فعاليات اخرى شتها انا اور جو، سميتو الجمعيات ما كتهضرش شي، سميتو الإطراد ما كيهضروش شي، الناس ضابينه بسكته مره كيخرجوا ببالغ. ولكن في هذه الوقيته دابا اللي كاين تعطل وتاخر في الانتدابات وكاين صفقات مهمه اللي يمكن تضيع علينا، ما كاينش رد فعل، ما كيهضروش نهائيا. ف اللهم اين هذا منكر، راه كل واحد غادي يحاسبوا التاريخ، ها كل واحد غادي وقته شوف بما فيهم الاطراد، شي غادي واحد الوقيته للاطراد محتاجين لباقي الجماهير تساندهم، غادي وما غيلقاوش الجماهير، غتعطيهم بالدهن وغتفكرهم في هذه الوقيته هذه، راه كل واحد غتجي وقته، راه كانوا عاشوا واحد المحنه وراه كلشي كيعرفها، واحتاجوا الجماهير واحتاجوا الدعم تاع الجماهير، وهذيك الوقيته والله ما يحن فيكم شي واحد، شي نهار توقفوا على الجمهور. هذه القضيه الحركاس الا حركاس ما جاش الرجاء ومشى لشي فريق اخر، راه هادشي اللي قلت لك راه هو اللي كاين، لانه تم استعمال الرجاء وتم استعمال جمهور الرجاء لتسويق اللاعب من اجل رفع من القيمه ديالو، اللي غير ربح هو اللاعب وغتربح الفرقه ديالو السماسري اللي هما دايرين بهم، ولا استبعد انهم يكونوا اشخاص قريبين من المكتب ولكنين في المكتب ديال الرجاء، لانه باش نكون معك واضح نعطيك غير واحد لازينا واحد، راه خرجت ديربي فوت مؤخرا قالت لك بانه الفساد الكروي اللي كان بعيد على فريق الفتح الرباطي اللي كان هو نموذج، بدات كتبان بعض الاسرار بما فيها بانه ناس اللي هما اللي كاين في الاداره الرياضيه ديال الفريق، انهم بداو كيفرضوا على اللاعبين انهم يوقعوا مع بعض الوسطاء، وقال لك واش هذا الفساد بانه تا هو ولا كاين، وهذا الشيء راه كان، لان المدير الرياضي او المسؤول الرياضي اللي كان عندهم قبل اللي هو الزغاري واللي هو عنده يعني علاقات اللي هي واسعه، راه كانوا جراو عليه تقريبا واقيلا هذه شي طوازون واقيلا ولا شي حاجه، كانوا فكوا معاه ارتباط بسبب اش؟ بسبب حاجه واحده، وهو انه القاوه بانه دير شركه في الخفاء، وهو اللي كيتوسط في المساله ديال جميع الصفقات اللي كتكون مرتبطه مع الفتح ومع فرق اخرى. زيد عليها نقطه اخرى، انا كنت هضرت مع واحد المدرب ديال الحراس واحد الفريق بلا ما نسميه، هو قريب ليا انا، وهضر معايا على القضيه هذه، قلت له راه شنو زدت بدر الصغير شنو هذا وشنو هذا، قال لي
هو راه هادشي راه جاري به العمل، راه انا عندي شركه ديال تسويق اللاعبين وتجاري به العمل، ما كاينش شي صفقه ما يمكنش ما يكونش مسير منها، يا يعني اما مدربين او اشخاص كاينين في المكتب مسير او في المحيط ديال الفريق، اذا كان عندك شي حاجه اللي هي عصريه قال لي من حقه بحال هكا قال هضر معايا، ولكن انا عندي شركه ديال تسويق اللاعبين ماشي انا سير ما كيبان ليش يلعب، راه هما ما عارفينش بان الشركه ديالتي، ولكن سي نورمال هذا مجهود ديالي خاص، ما يمكنش انا كتبان لي الكعكه هذا كتقسموا من ناخذ انا من الطرف ديالها، وهذا راه غير مدرب حراس عادي شي دار، راه ماشي راه باش نقول معك زعما واضح هادشي راه ماشي ما كاينش فريق نموذجي، هو تبارك الله عنده واحد المستوى وهذا، ولكن هو كيهضر عليك كيهضر على الكواليس كيقول لك دابا عرفتي بحال السي سي يوسف، دابا كتجي انت واخا تكون تلقي كتدخل واحد الوسط كتلقى فيه بان كلشي كياكل عادي وما كاين لا محاسبه لا حتى شي حاجه، واش غتخلي انت الفلوس دوز من حداد، كتبان لك 30 كوميسيون 30 40 مليون 50 مليون 20 مليون واجمعهم كاملين، شمشي اجمعهم كاملين، شكون واضحين حتى هو صافي حتى هو كاين حتى هو كيدخل في ديك الدائره، حتى هو كيدخل في الدائره، وانا لا استبعد انا ما غنتهمش السي ابراهيمي، ولكن لا استبعد بان السي ابراهيم بانه كيستافد من المسائل هذه، لان الجميع كيستافد منها، شكون معك واضح زعما انا ماشي اتهام ليه، الا ما كانش الدليل ما كاينش اتهام ليه، ولكن راه عادي لانه كيبان ليا كيجري مع الزمامره بطريقه بحال كان الزمامره فرقته، الرجاء بركي يترعون عليها هو ما كاين لا انتدابات حتى شي حاجه، كلشي فاعل بالمجهول، وكاينه فرق اخرى كنشوفوا بانه كيساعدها وكيحاول يسهل صفقات باش يسهل على فرق اخرى، راه شوف راه اكبر شوف راه اكبر اكبر حاجه حنا درناها لعند الزياج هو ان جينا عند جديده وسهلنا عليهم، كان عندهم جوج المشاكل ديال جوج اللاعبين، كان ناناح وكان داك لارير بوش نكا، وجينا عطيناهم 500 مليون مع 550 مليون وجبناهم وفكينا لهم اسمو تنازلهم على المستحقات ديالهم، ولات هما ما فهمتي هنا ما كتفهمش شي حوايجات كيبانو غريبين صراحه، كيبانو شي حوايجات غريبين ما كتفهم فيهم حتى شي حاجه، دابا ما فيهم كيف ما بغينا نقولوا تماس وليدام، هذا هو اللي كيبان ايه، وانا نشوف القضيه راه واضحه دابا غير من خلال الراجل اللي كنت هضرت عليها شحال هادي، الراجل ما كتبيعش لاعبين، عنده فائض تصور انه اللائحه اللي كان دار انيسيال اللي دار الشابي فيها 9 لاعبين 9 وعباد الله 9 ولعابه اللي هما عندهم تجربه وداو القاب متقادين بالالقاب، داك الاخر فيهم دات لهاد الالقاب، وهاد اللائحه ما استطاعت الرجاء تبيع حتى واحد فيهم، بل انه اكثر من هذا ان هاد اللاعبين ولاو غيمشيو يدعيو الرجاء، يعني باش تعرف قمه سير هاوي وقمه التخربيق والعشوائيه بعينها، فالله يدير لنا تاوي من هاد الناس. كراس يوسف انت قلب دابا غير تسالي الحلقه وقلب دير في الاحصائيات وقلب في هاد 5 سنوات او هاد 10 سنوات الاخرانيه او 15 سنه الاخرانيه، حنا نديرو غير 10 سنوات ولا غير 5 سنوات الاخرانيه، واش ما كانوش عندنا لاعبين مزيانين وبانهم مشاو، وشوف بالنسبه للسوق الداخليه واش حنا بعنا شي لاعب اللي هو عنده مستوى مزيان بعناه بشي رقم محترم. والو تقول. والسوق الداخليه ما كاينه، قلت لك راك درت عليها لايف خاص درتو عليها. علاش الراجا ما كتبيعش في السوق الداخلي؟ واش فرقاني من فرقاني ميغو ان يعني عندها لاعبين الا يقدروا ما يصلحوش الراجا ولكن يصلحوا مزيان للفرق اللي هما قل، واش الفرق هذوك تشوفهم بانهم بعض المرات كيشريو من لافريك 200 و300 مليون ما يقدروش هما يعطيو الراجا 200 و300 مليون؟ وي تماما، هذا هو راه هنا فين كاين وجه الغرابه. وسيدي شوف يعني الراجا انا تقريبا ما عمرني شفت هذا الشيء لعاب بشي رقم محترم. والو كنسمع غير عطاوه الوريقات ديالو صيفطوه في مقابل شي حاجه اخرى ودخلوا في شي صفقه، من الفلوس ما كايناش ما كتدخلش داخليا، دابا الراجا ممنوع عليه انه يدخل الدرهم. دابا حنا دابا المسيرين الحاليين مادام هما قبلوا مسؤوليتهم هذه وما قبلوا يبقاو شادين الفرقه حتى لدابا يتحملوا مسؤوليتهم، يوفوا بالكلمه اللي عطاو للمنخرطين، قالوا لهم حنا غنديروا انتدابات وغادي نعزوا الفرقه، وعطينا سيدي ستوبر، هذا ماشي بوست ديال اللعب، راه ماشي تجيبوا لنا بحال وتارا، الا مشى وتارا ما غتجيبوش لنا بحال شي وتارا اخر، دونك خاص لاعب بحال هركاس عنده تجربه، لاعب فايت تنادى عليه المنتخب المحلي، لاعب تبارك الله لعب وسميتو على مستوى كيعطي مقابلات في المستوى، كيلعب بزاف المقابلات قليل فاش كيتصاب، كيعاون في الهجوم، لاعب اللي غادي يصلح للرجا وينفع للرجا، فما كاينش شي حل اخر الا انكم تفضيو لنا هذه الصفقه هذه وتعنوا عليها باش الجماهير تطمئن، وعندكم باقي عندكم قلب هجوم ما فيها لا هادي لا والو، فتحياتي لك اخويا جعفر، كنشكرك اخويا على التدخل ديالك. حركاس الى 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 ما جاش الرجاء غنطوط القيامه، علاش غنطوط القيامه؟ غنطوط القيامه لان كاين تما اوجه ديال اللبس، يعني
اه انه كاينه شي صفقه تما داز في الخارج، داز من تحت الطابله باش دوزو شي فرقه اخرى. داز تحت الطابله باش يمشي لشي فرقه اخرى. ها بلاتي ما نسكتو عليهم، ها بلاتي يوميا نقابلو من هما. الزرعوني، داكون الزرعوني كان جاي الكراجة وكلشي مقاد، ومن بعد ولا الزرعوني بانه عنده عروض على برا. ولاو كيقولوا ليه، ولاو كيقولوا ليه بحال والو يكون هذا النخ اللي عيطوا ليه عموته، اللي عيط ليه تكون كان وعدوه بها. قالوا لي غير خليك مع الفريق ديالنا، حنا غنشوفوا لك مع المدرب يعيط لك للمنتخب. هذا كل شيء اللي كيدخلك فيه الشك، كل شيء. فحرام هذيك الصفقه ديال اللاعب باغي يجي وبغي يتنازل على المستحقات وما قادش تجيبه، باغي كل شيء تجيبه انت يا بقل من 200 مليون. منين جبتيها هذه؟ منين جبتيها؟ إذا كنتي غتمشي، إذا كان جوج لعابة عباد الله ماشي بزاف، جوج لعابة غتمشي في السقف تاع 300 مليون في جوج لعابة، وغتجيبهم غادي يقووا لك الفرقة. اش بقات تضحك على الشعب تقول لي لا حقا انا زعما انت كتغير على الماليه ديال الفرقه اكثر من الرجاويين كاملين. اسيدي عطينا غير اتساع سير في حالك. تحياتي خويا، شكرا شكرا خويا جعفر، عييت تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يبارك فيك. دونك الاخوان وصلنا لنهايه اللايف ديالنا. فاش غادي نقول لكم؟ غادي نقول بانه الله ياخذ الحق في هاد الناس هادو اللي جالسين تما شادين الفرقه، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي كيديروا مع الجماهير الله ياخذ فيهم الحق. وراه شتي واحد القضيه، راه طال الزمان ولا قصار شوخ يكونوا هادشي اللي كيديروا ديال سم العيالات، كيستفزوا في الجماهير وكيضحكوا على الجمهور وما بغيش يديروا داكشي اللي باغي الجمهور. الجمهور ما باغيش، الجمهور ما بغيش الفرقه تزيد تغرق، الجمهور باغي صفقات. هادشي اللي كاين حتى لدابا راه ما قالش الجمهور شي حاجه لعيب، قال لك مزيان ولكن كملوها لنا بالسيد اللي فلاكس اللي مهم، وكملوها لنا بافاسونتر اللي مهم ضروري باش يعوض لنا هذوك اللي مشاو. ما الجمهور ما طلبش بزاف شي، حتى رحيمي راه الناس اقتنعت بداك السيلا قال لك غنقضيو به ماشي مشكل، ولكن افاسونتر خص قلب هجوم وخص قلب دفاع من القيمه ديال الحركات. دونك هادو جوج صفقات اللي بقاو خصك تحسمهم وتطرقهم. فإلا كنتو باغيين ديروا هادشي مستمرين في السياسه ديال سم العيالات بس سموا الجماهير، راه كونوا على يقين طال الزمان ولا قصان هذا ما عمر الجمهور غادي يعاونكم. انا كنعطيكم اليقين هادشي لانه كنعيش مع الجماهير والناس كتهضر معايا، هذا ما عمرو غيعاونكم. تحابوا شي غديروا زعما شي ضغط على الجمهور باش الجمهور يجرى يعاون، راه الجمهور ما غاديش يعاون لانه ما عندوش الثقه فيكم. ان عدمت الثقه ومادام الثقه ما كايناش فيكم خصكم تمشيو بحالكم، وراه الجمهور ما يعطيكم حتى ريال، وخا ديروا بطاقه جديده وخا ديروا هادي راه حتى واحد ما يعطيكم شي ريال. هادشي غيستمر حتى نهار تهزوا بازكم وتمشي بحالكم من الوزيز، لانه فاقد الشيء لا يعطيه، لا تملكون الكفاءه للتسيير، لا تملكون النزاهه لائتمانكم على ماليه الرجاء. لهذا ننتظر ذهابكم في اقرب وقت، تشكرون على ما فعلتموه، ولكن لا تحلموا بالاستمرار في الرجاء. تحيه لكل الرجاويين، كنتسناو الاعلان على الصفقات اللي غتهنينا من هذا المشكل، وتحنا نرتاحوا ونطمئنوا نعرفوا فرقتنا مشات تستعد للموسم الجديد في احسن الظروف بتشكيله مكتمله. كنتمناو الخير لفرقتنا، الى اللقاء في لايف قادم.